العواطف هي أرق ما فينا وألطف ما فينا، وكما قلت لكم في الخطبة السابقة، الذي لا يتميز بهذه العاطفة الرهيفة الدقيقة النبيلة من الصعب جدا أن يكون إنسانا، ومن الأصعب أن يكون إنسانا مؤمنا عبدا ربانيا لله. أذكر في هذا المعرض قصة أود يعني أن أذكرها على سبيل الإيجاز للعالم السوري والفقيه الشهير والمفكر الإسلامي أيضا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. قصة لطيفة جدا. قال: بعد أن أنجز دراساتي الشرعية العليا إذا بأبي يقول لي يوما: يا والدي أريد أن تكتب لي موضوعا. قلت: أكتب لك. توقع أن يكتب في أصول الفقه، هو متخرج أصول الفقه من الأزهر الشريف. فقال لي: لا، أكتب عن الحب. قلت: ماذا؟ قال: عن الحب. قلت: لا أستطيع، لا أعرف هذا. فغضب غضبا شديدا وقال: إن لم تفعل فستسوق مع الكلام العلاقة بيني وبينك، أكتب. لماذا؟ يعلم هذا الشيخ أبوه العالم الفقيه الولي، وقد كان من كبار أولياء الله في سوريا رحمة الله عليه رحمة واسعة، وكان رجلا جليلا يحترمه حتى الرئيس السوري إلى أدنى رجل في دمشق أو في سوريا، محترم من الجميع رحمة الله عليه، من كبار أولياء الله، عالم فقيه زاهد ورع تقي مستقيم. يعلم أن ابنه إذا لم يتحرك قلبه بهذه العواطف الرقيقة النبيلة سيكون مؤمنا فاشلا، مؤمنا خشيبا، مؤمنا جافا. قال: ولم أفهم حتى مرت سنتان بالكامل، وبعد ذلك بدأ قلبي ينبض في ظروف معينة مر فيها، وبدأت أكتب ولأول مرة أستشعر هذه المعاني. ولما أطلعته على ما كتبت علت السعادة والرضا أساريره، طبعت محياه الشريف رحمة الله عليه وقال: يا بني الآن إن مت أموت وأنا مطمئن عليك، لقد أصبحت إنسانا. ليست المسألة كما أقول لكم دائما أن تأخذ مظهر رجل دين، عالم دين، المرأة ترتدي الحجاب والرجل يرتدي لحية، كلا، ليست هذه المسألة. المسألة أن تكون عميقا، البعد الجواني الباطني لك يكون عميقا حقيقيا، هذا لا يقال بالكلام ولا بالمواعظ ولا بالخطب ولا بحفظ الأحاديث والنصوص، يكون بالتجربة الروحية، التجربة العاطفية الحقيقية. من لم يعرف محبة الناس أيها الإخوة على وجه صحيح مستحيل أن يحب الله تبارك وتعالى. ومثل هذا الشخص لا يحب إلا شيئا واحدا، لا يحب إلا نفسه، الشخص النرجسي الذي يدور فقط حول نفسه ولا يستطيع أن يستشعر الآخرين، لا يستطيع أن يستشعر الآخرين. فهذه فكرة خاطئة، هذه فكرة خاطئة. والحق كما قلت لكم، وهذا المنزع منزع سلاعي. لماذا اليوم أنت تريد أن تشتري قميصا، بردة جديدة، جاكيتا، بنطالا، أي شيء، سيارة، تذهب إلى المعارض والخيار بين العشرات أو المئات أيها الإخوة. التفضيل، سلم التفضيل واسع جدا جدا في لغة الاقتصاديين، تستطيع أن تختار هذا أو هذا أو هذا أو هذا، لكنك لا تستطيع أن تختار من تحب بهذه الطريقة، تذهب لتبحث عنه. لكن قولك إن الحب شيء كامل وينتظر وأنت تبحث عن الشريك المناسب، معنى ذلك أنك تتحرك بمنطق رأسمالي، بمنطق سلعي، غير صحيح. ولذلك العلاقة، حتى أنا أؤمن بهذا، العلاقة الزوجية قد تبدأ بحياد عاطفي، سرعان ما يستحيل أن يتحول هذا الحياد العاطفي إلى ماذا؟ إلى حب مفعم جليل حقيقي ينمو ويكبر مع الأيام. لماذا؟ لأن الحب أيها الإخوة كما قال أحد العلماء الكبار المتخصصين، أصبح متخصصا في الحب، ليو بوسكالا أو بوسكاليا، وهو عالم أمريكي من أصل إيطالي، هذا الرجل عقد 6 فصول دراسية مجانية وغير إلزامية في جامعة أمريكية ليدرس مشكلة الحب التي اعتقد ألفرد أدلر مؤسس علم النفس الفردي أنها 3 مشكلات تقوم في رأس كل مشاكل العصر: مشكلة العقد الاجتماعية، مشكلة كسب العيش، مشكلة الحب. فبوسكالي لماذا عقد هذه الفصول 6 غير إلزامية؟ لأن طالبة متفوقة، أكثر طلابه تفوقا، انتحرت في لحظة دون أن تترك حتى رسالة واحدة، وكان يبدو عليها أنها سعيدة، وأما تفوقها فهو بادل للجميع. فاهتز هذا البروفيسور اهتزازا عميقا وقرر أن يفهم لماذا، وعلم أن السر أن هذه الفتاة كانت لا تجد التعاطف الحقيقي ممن حولها، فاستحالت الحياة أضيق من سم الخياط، استحالت الحياة جحيما حقيقيا رغم الإنجاز والنجاح الجامعي، هذا غير كافي، هذا غير فقرر. المهم، هذا الرجل يقول، بوسكاليا يقول: لقد أثبت علماء النفس والأطباء النفسانيون وعلماء الأنثروبولوجيا أو علماء الأناسة وعلماء الاجتماع والتربويون وغيرهم في دراسات يصعب أن تحصى أن الحب استجابة تحصل بالاكتساب. الحب ليس ناجزا، ليس موجودا هكذا، يمكن أن تكتسبه اكتسابا.
وكما قلت لكم هذا هو التحدي اليوم، كيف يمكن أن نكتسب هذه الاستجابة؟ لأن بعض الناس للأسف كما قلت لكم على خلفية خاطئة وغير علمية يقول أنا لم أرزق حب هذه المرأة، أنا لا أحب هذه الزوجة، هل هي خائنة؟ يقول لا، أعوذ بالله، معاذ الله، شريفة عفيفة. هل هي ناشز؟ يقول لا، ولكن لا أشعر نحوها، لأنك لم تمارس محاولة بلورة أو إيجاد مثل هذا الشعور. طبيعي جدا أن لا تشعر بأي شيء. سأقول لكم شيئا أعجب من ذلك أيها الإخوة، وهو برهان علمي واقع على أن الحب يكتسب. ما هو؟ الأولاد، بنات أو أبناء، الذين قضى أبوهم مثلا مدة أعمارهم في السجن. وقد شاهدنا برنامجا في قناة الجزيرة أعتقد قبل سنة أو سنتين مأساويا عن هذه المشكلة، مشكلة الأسرى الفلسطينيين الذين قضى كما قلت أبوهم مدة أعمارهم، يعني الرجل كان في السجن والولد عمره سنة أو ستة أشهر أو أقل أو أكثر بقليل، وهكذا خرج الأب بعد 20 سنة أو 14 سنة، وابنه راهق البلوغ أو تجاوز حتى هذه المرحلة، وكذلك ابنته. ما هي المشكلة؟ في التكيف العاطفي، في التكيف العاطفي. البنت تقول لا أشعر بشعور حقيقي نحو هذا الرجل، نحو هذا الرجل، مع أنها تعلم أنها من صلبه ومن مائه وأبوها الحقيقي، لا تعرف أبا غيره وتسمع عنه دائما. والأب أيضا يقول أستحي أن أضم البنت إليه، يشعر أن هناك هوة بعيدة، فاصلا بعيدا جدا جدا. علماء النفس يتفهمون هذا بشكل جيد، كل واحد منكم يمكن أن لا يتفهم هذا، يقول لماذا هو أبوها وهي ابنته؟ بالعكس، يجب أن يخرج إليها وكله أشواق تحدوه. غير صحيح. لماذا أيها الإخوة؟ فالأساس البيولوجي العضوي غير كاف لنمو هذه المشاعر النبيلة، مشاعر الحب والتعاطف الحقيقي. لابد من الاكتساب، والاكتساب اليومي. ولذلك أقول لكم حتى لا أنسى نصيحة مهمة جدا، عليكم دائما أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، عليكم دائما أن تفاضلوا بطريقة حسنة تربويا،